بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم يا جماعة هشرح اللي هو سايت تو سايت تانل انترفيس بتوين سوفوس اند بي اف سنس. البي اف سنس ده يا جماعة اوبن ستاندر فاير وول، تمام؟ تمام، بس هو مش نيكست جنريشن فاير وول زي البالا التو، زي الفورتي جيت، زي سوفوس، زي كثير من الايه الفاير وول. هو لو انت عايز تشتغل عليه هو فري، بس انت عشان توصل ان انت تعمل سكيور للنتورك بتاعتك وتهندل الدنيا زي سوفوس وفورتي جيت عايزه مجهود جبار. فانا اليوم، انا قبل كده كنت شرحت اللي هو على القناه عندي، كنت شرحت عندي على القناه هنا بعد اذنكم، هنا شرحت هنا في البلاي ليست بتاعت السوفوس. هنا هتلاقيني هنا، سوري، تعالى هنا هتلاقي هنا كنت انا شارح هنا اسمها ايه، سوفوس اتش جي اي بي سيك سايت تو سايت. ما كانتش تانل انترفيس، كانت سايت تو سايت العاديه، تمام. ايه الفرق ما بين سايت تو سايت العاديه و اللي هي تانل انترفيس؟ سايت تو سايت العاديه اللي انت خلاص هو انت بتكريت السايت تو سايت والفاير وول اوتوماتيك بيعمل لك ستاتيك روت بالنتورك اللي انت كاريتها جوه الفيس 2، تمام، واوتوماتيك من غير ما انت ايه تروح تعمل روت للنتورك دي، تمام. طب ما كده ما انت هترد عليا تقول لي ده ما كده الدنيا سهله بالنسبه لي اروح اشغل سايت تو سايت. بس انت الميزه في سايت تو سايت تانل انترفيس ان انت لو انت عندك اس ديوان زي اللي موجوده هنا في سوفوس وعندك امبلس تقدر تستخدمها ان هو انت تاخد التانل انترفيس تحطها فين؟ في الاس دوان عندك، تمام؟ حاملها لك انا في الحته دي بتاعت السوفوس. يعني انت لو عندك امبلس وعندك اي بي سيك سايت تو سايت تانل انترفيس تقدر ايه تخلي الاي بي سيك تانل انترفيس باك اب للامبلس او الامبلس او الامبلس باك اب للاي بي سيك تانل انترفيس. تعالى هنبدا اول خطوه بالنسبه لنا يا جماعه الخير، هبدا من ناحيه البي اف سنس. ليه البي اف سنس اوبن ستاندرد بروتوكول؟ الاوبن ستاندرد بروتوكول يا جماعه ده متعب شويه ان انت تهندل الدنيا. يعني انت ممكن انا الوقت عشان اروح من هنا من سوفوس كاريت بوليسي اي بي سيك بوليسي خاصه بيه هو وخاصه بالشغل هو، يعني اي بي سيك تانل ما بين سوفوس وسوفوس، فهتلاقي هنا مكريت على طول اي بي سيك بوليسز جاهزه. يعني طب انا دلوقتي البي اف سنس هروح ايه هكريت التانل من ناحيته هو فيس 1، هنكريت فيس 1، تمام. الكي اكس تشينج فيرجن هنختار اي كي فيرجن 2 لانه هو مور سكيور شويه عن الفيرجن 1، تمام. الانترنت بروتوكول انا ممكن استخدم الدول ستاك اللي هو اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6 عادي، انا ممكن استخدمهم عادي، او استخدم اي بي فيرجن 4. انا هستخدم ايه الاي بي فيرجن 4. التانل انترفيس اللي التانل هتقوم عليه اللي هي اللوكال جيت واي بالنسبه لسوفوس. يعني انا لو جيت خشيت هنا في سوفوس وقلت له هنا التانل هيجي هنا تحت كده يقول لك لوكال جيت واي ليسننج انترفيس، الانترفيس اللي انا بسمع عليه اللي هي دي اللي هي الانترفيس الوان. لو انت عندك 2.1 ولا حاجه هتلاقي هنا ايه موجودين، تمام. هنا قال لك هنا الريموت جيت واي، الريموت جيت واي هنا بقى حته ميزه جميله جدا في البي اف سنس. هنا قال لك ريموت جيت واي، شوف هنا قال لك ايه، انتر ذا بابليك اي بي ادرس اور هوست نيم. يعني هوست نيم يا جماعه حط هنا ممكن تحطوا داينا دي ان اس. يعني انا هنا البي اف سنس مثلا هنا، سوري يا جماعه هنا سوفوس، انا ممكن اقول لك الحاجه حلوه هروح عن كاري داينا دي ان اس سيستم، نروح هنا في الراوتنج في الداينا دي ان اس، سوري هتبقى في النتورك صحيح، في النتورك هتروح هنا في داينا دي ان اس وتقول له اد وتقول له مثلا هنخليها سوفوس ونقول له مثلا سوفوس او مثلا ماي فاير وول، ماي فاير وول عشان اقول لك ان انا ممكن اربط بالداينا دي ان اس ماي فاير وول دوت ماي فاير وول دوت ايه دوت ماي فاير وول، ماشي اوكي دوت دي فاير وول يا جماعه، سوري ماي فاير وول
تمام، وتقول له دي مش هيبقى ناتد بورت يا جماعه، انا بستخدم، انا بص يا جماعه هو الاي بي سيك دلوقتي انا رابط ما بينه وبينه ده كده راوتد بورت على طول، فانا اقول له راوتد بورت، انا استخدمني راوتد بورت، لو قلت له ناتد بورت هيجيب لي البابليك اي بي اللي مستخدمه المودم بتاعي، لا انا هقول له استخدم البابليك بورت يوز بورت الاي بي بتاع البورت على طول. تمام، تعال نقول له دومي اوكي، تعال هنا نعمل تاني ريفرش ونقول له دومي 1 تمام، وهنا نقول له سيلكت وسيف دي انا السيرفيسز داينا دي ان اس كله شغال، داينا دي ان اس هنا تمام اوكي. تمام تعالى هنا نرجع تاني، انا عاوز اعمل لك الداينا دي ان اس عشان تشوف وانا بعمل الداينا دي ان اس الموضوع مش شو ولا حاجه، انا بس عايز اعملها عشان انا عاوز اوريها لك ان في ميزه في البي اف سنس ان هو بيربط لك بالايه هوست نيم از اوريدي موجود، نقول له 100 تمام. تمام هناخد الهوست نيم ده يا جماعه كده، الهوست نيم ده كده هنربط بيه، يعني مش هنا بص ده الميزه بقى، يعني انا احط ريموت جيت واي او احط هوست نيم، حطيت الهوست نيم اوكي تمام، اقول له بري شيرد كي، هقول له هستخدم اللي هو ايه الاوثنتيكيشن تايب بالنسبه لي اللي هي هنا يا جماعه، لو انا جيت كريت هنا البي اف سين الفي بي ان، شوف الفي بي ان هنا يقول له اوثنتيكيشن تايب، هنا برضو في نفس الموضوع اوثنتيكيشن ميثودز، الفكره واحده يعني الطريقه او التايب اللي انت هتعمل بيه. هنا عندي مثلا ثلاثه ديجيتال سيرتيفيكيشن وار اس اي، وعندك بري شيرد كي، هنا نفس الكلام عندك اثنين سيرتيفيكيشن اللي هو ماتشوال سيرتيفيكيشن او اللي هو الايه نفس الكلام بس بكريتا بالبي كي سي اس 11، لو هنقول له ماتشوال بري شيرد كي هنقول له جنريت وناخد الكي ده عندي موجود، ناخده هنا نفتح هنا لف تكست يا جماعه عشان نحط الاعدادات دي، الاعدادات دي مهمه جدا، هنا نقول له هنا البري شيرد كي بالنسبه له اهوت تمام، ونروح اللي هي الفيس 1، الفيس 1 يا جماعه هنا بالنسبه من ناحيه بي اف سنس الانكريبشن الجوريزم بالنسبه لي اللي هو اي اس 256 والهاش الجوريزم اس اتش 512 والديف هيلمان جروب 14 تمام. تعال نقول له الانكريبشن اي اي اس 256 والهاش اللي هي الاوثنتيكيشن اللي هي اس اتش اي 512 والديف هيلمان جروب، الديف هيلمان جروب 14 واللايف تايم يا جماعه هنا اللايف تايم بالنسبه لي كام، هنا الفين تمنمية تمانية واربعين، هنا ريكي تايم دي ريكي تايم هنسيبها زي ما هي كده يا جماعه، هنا هخلي سوفوس هو هخلي البي اف سينس هو ريسبوند اونلي هو اللي يستقبل السيشن تمام، ما يعملش انيشيت، وهنا انيبل اللي هو الديتكشن كام هنا عاملها انيبل، وهنا الديلي بتاعته هتبقى ايه 10 تمام، ديلي 10 تمام، والماكسيمم ايه فيلير 5 كده. انا خلصت من ناحيه سوفس فيس 1، تعال نخش على سوري البي اف سينس فيس 1، تعال نخش على فيس 2 ونكريتها
انا بس الفيديو يا جماعه بعد اذنكم. ورجعت لكم التاني يا جماعه، كان البيف سنس ويف شويه. هنرجع تاني نكمل الاي بي سيك، هنخش على فيس 2 وهنختار اللي هو راوتد في تي او، تمام، اللي هو ايه في بي ان تانلنج انترفيس. هنا التانل انترفيس بالنسبه لي انا، هنا يا جماعه التانل انترفيس انا عندي النتورك هنا 192.168.1.0 اللان انترفيس، وهنا اللان انترفيس اللي هو 10.10.10.0 دي اللان. ده التانل انترفيس، هحط رينج تاني للتانل انترفيس، هقول له 172.16.16.17 مثلا واحد. ده بالنسبه التانل انترفيس بالنسبه للبي اف سنس. ده بالسوفوس هقول له مثلا نفسها كده بس 100. اوكي تمام، ده كده ايه، ناخد هنا الحاجات دي نحطها هنا بي اف سنس تانل انترفيس وسوفوس تانل انترفيس اللي هي دي كام 100. تمام، وهنا هنخش هنا اللي هو البروتوكول اللي هو اي سي بي والانكريبشن الجوريزم، هتبقى بالنسبه لي اي اي اس 256 اللي هو الانكريبشن ده دي فيس 2 فيس 2 الانكريبشن اي اي اس 256 والهاش اللي هو اس اتش اي 512 والديف هيلمان جروب. يا جماعه ديف هيلمان جروب 14. وهنا هنقول له اللايف تايم بتاعي بالنسبه لي 3600 وراندوم تايم هنا بالنسبه لي 360. اوكي ده سيف. تعال نروح اللي احنا عملناه هنا، هنعمله في البي اف سنس سوري في سوفوس. هنروح نكاري بوليس اسمها ايه بي اف سنس سوفوس. تمام، هيبقى عندي هنا اللي هنا يا جماعه، عندي هنا اللي هو الانترنت كي اكستشينج فيرجن 2 وريكي كونكشن كم مره يعمل فلت. هنا كانت كام؟ كانت 5. تمام، وهنا الكي لايف في الفيس 2 في الفيس 1 سوري كانت كام هنا 3600 كام؟ ثواني كده يا جماعه، هنا في لا 2800 سوري 2800. تعالى هنا نحطها هنا 2800 وهنا هتبقى 2800. ريكي ميرجن كام اللي هو 360 اللي انا وريتها لك اللي هي ريكي ميرجن اللي هي 360 والراندوم تايم 50. ده الاوثنتيكيشن اوكي دي ريكي تايم كام هنا ريكي تايم هنا ريكي تايم هنا 120 ثانيه. ده الويت فور ريسبونس دي ري انيشيت. تمام، هنخليها زي ما هي كده ونروح للديت ديت كام عندي 10 هنا كام 10 10. تمام، وكده انا خلصت من كده خلصت اللي هي الحاجات اللي البيزك. تعال نروح بقى للفيز 1 بقى من ناحيه الايه اللي هي ديف هيلمان جروب وال الهاشنج والانكريبشن. تعال هنا ديف هيلمان جروب كانت 14 هنختارها 14
والانكريبشن كانت اي اي اس 256 والاوثنتيكيشن كانت اس اتش اي 512. دي في هيلمان جروب في الفيس 2 كانت 14 برضو. وهنا اللايف تايم بالنسبه لي كانت 3. تعال نشوف هنا اللايف تايم في الفيس 2 كام. ثلاثة آلاف ستمية. تمام. والإنكريبشن ألجوريزم كانت إس إتش 256 والإثنتيكيشن كانت إس إتش 512. وأوكي سيف. تمام. تعال نروح نقوم التانل نقول له إتش كيو تو برانش. هتبقى بالنسبه لي دي هتقول له اكتيفيت التانل اول ما تقوم، يعني التانل ده هتقوم اعمل لها اكتيفيت اون سيف. مش هتبقى سايت تو سايت بقى يا جماعه، هتبقى ايه؟ تانل انترفيس. تمام. هنا هتبقى بالنسبه لي انا كنت عامل البي اف سنسر ريسبوند اونلي، هنخلي ده انيشيتور. البوليسي ده اللي انا كريتها يا جماعه، كنت مكريت ايه البوليسي الجديده اللي انا كنت مكريتها؟ بي اف سنس تو سوفوس والاي البريشر دي كي ده الليسنر انترفيس اللي هو الوان انترفيس بتاعي وريموت جيت واي. شوف بقى الميزه هنا يا جماعه، هنا بص يا جماعه انا ممكن هنا لو انا عندي داينا دي ان اس هناك عند سوفوس عندي هنا، انا شايف هنا حاجه اتحطت جديده في البي اف سنس، تعال نستخدمها هنا سيرفيس نقول له داينا دي ان اس واد، بس مش عارف هنا هيبقى فيه هنا داينا دي ان اس جاهز على طول، واستخدمها واقول له نو اي بي. لا نو اي بي مشكله ان انا مش هقدر ايه، في ميزه اتحطت في سوفو صوت انا مش عارف حلوه اللي هي اور دي ان اس، هشوفها دلوقتي. هعمل لاب ما بين ال هشوفها تربط عن طريق داينا ولا لا، بس متهيألي تعال نشوف بس كده نقول له 192 168 150 148 ونقول له سيف. كده هنا التنل انترفيس ما قامتش ليه؟ تعال نشوف. ايوه قامت معاه على طول هنا عشان هي راحت قامت انيشيت مع الاي بي سيك. خلاص قامت معايا التنل انترفيس، قامت معايا هنا بالنسبه لي. تاني خطوه بعد ما تقوم التنل انترفيس هتروح من جهه البي اف سنس، انا كده مش شغال من ناحيه البي اف سنس، هتروح باي ديفولت اول ما تكريت اللي هي التانل انترفيس بتاع الاي بي سيك بالنسبه لسوفوس بتروح في النتورك تلاقي ظهر لك انترفيس جديد اسمه ايه؟ اللي هو اكس اف ار ام 1. تمام؟ في البي اف سنس انت اللي بتروح تعمل الكلام ده لنفسك، مش انا قلت لك انت عشان حاجه فري انت اللي لازم تتعب عشان تعمل كل شيء، انت اللي لازم تروح ايه؟ تكريت الانترفيس بنفسك، هتروح تقول له اساين وهنا هتلاقي هنا ايه؟ اي بي سيك، ودي كانت الاول اسمها اوبت يا جماعه، اوبت دي كده كانت اسمها الاول كده سيف، دي كانت الاول كده، يعني انا لو جيت قلت له اساين ما كانش في هنا انترفيس، كان هنا ما كانش في هنا اي حاجه، هنا اي حاجه هيجي لك يقول لك افيلبل نتورك بورت جديد اهو ظهر لي، اقول له ايه؟ اوكي ديفولي اهوت اوبت، ظهر لي مع اوبت اهوت وقلت له سيف. ماشي انت دلوقتي وهو اسمه اوبت، يعني انا لو خشيت قلت له اوبت كده انت ممكن تغيره تقول له مثلا هنا اسمه ايه؟ خليها هنا كده زي البي اف سنس اهيت زي سوفوس اهيت، وتقول له مثلا سوري هنا كده
اهي ما تزعلش اهي وياد قلت له سيف هنا يا جماعه انا كنت حاطط هنا التانل انترفيس بتاع البي اف سنس 1.1 صح والتانل انترفيس بتاع السوفوس كنت حطيتها 1700 دي كنت حطيتها 17.1 ودي كنت حطيتها 1700 تمام تعال هنا هنقول له راوتنج لو رحت انا هنا في الراوتنج في الراوتنج هنا تعال هنا في الراوتنج ادينا بطاقة بالنسبة للسؤال بي اف سنس اليمين سؤال السورة يا جماعة كده نشوف الدنيا بطاقة بالنسبة للبي اف سنس ليه ايوه تعال نقول له سيف تاني نقول له سيف على ما يعمل سيف وربنا يقومه بالسلامه كده نروح هنا في الراوتنج نحط له ايه في النتورك نحط له الاي بي بتاعه هنا كان كام 1700 نقول له سيف تمام وهنا بردك هنروح هنا في الراوتنج هتلاقي هنا ده كده اصبر عليه شويه هتلاقي خد الاي بي بتاعه دايناميك اللي هو الانترفيس ده هتلاقي خد اي بي دايناميك هتلاقي خد ايه الجيت واي اللي هو 1700 اوتوماتيك لوحده تعال نقول له نشيل دي كده الاول معلش تعال نروح في الجيت واي المفروض هنا لو انا دخلت هنا في الجيت واي هتلاقي هنا يقول لك دايناميك هو بياخد دايناميك اي بي المفروض هو هياخد الاي بي اللي انا حاططه له في تعالى هنا المفروض هنا انا حاطط له هنا في التانل حاطط له هي الدنيا بطيئة بالنسبه للويف سنس شويه بس مش عارف ليه وانا قلت له رامات كام قلت له رام 15 حلو جدا يعني مش وحش هنا في التانل مديله 1100 ده اللي هو الجيت واي بالنسبه له هياخده دايناميك اللي هو 1700 تعال نروح كده في الراوتنج هتلاقي ايه لسه ربنا ما نتعهوش برده خد الجيت واي تعالى هنا نقول له ستاتيك روت قول له اد المفروض هياخد الجيت واي بالنسبه له على طول 1100 تعالى هنا تعال نقول له اد هنا واحط له انا جيتوي بايدي مش هحط له انا ستاتيك النيم هنقول له اكس اف ار ام 1 واحط له انا الجيتوي بالنسبه لي 172 16 17 100 هعمل له انا ستاتيك بايدي اقول له عايز تقول له جيت واي مونيتور عايز تقول له مثلا اعمل مونيتور على 17.1 قول له سيف هتلاقي خد ايه هو ايه اي بي بس هو مش ليه مش عايز يعمل ابديتد لنفسه المفروض عامة بياخد دايناميك ياخد ايه هنا هناك اوتوماتيك دايناميك بياخد ايه ويروح يكلم التانل هنا اي بي سيك بياخد الاي بي دايركت على طول تعال نشوف المشكله في ايه في الراوتنج تعال نقول له سيف ونرجع تاني نقول له
نقول له سيف. وهنا نشوفه هنقول له disable this gateway وناخد احنا ايه نعمل احنا gateway بايدينا احنا عشان هو كده هيموتنا ويجيب لنا شلة اطفال. تعالى نقول له سيب هو تعالى نقول له ممكن يكون هو موجود قبل كده نقول له مثلا احط له نيم نقول له ملوش نيم نقول له اكس اكس هو كام هو هنا نقول له اكس اف ار ام 1 جيت واي ردي اكزيت فين يا جماعه. ما هو المشكله ان هو ثواني كده ايوه هو اشتغل اهو يا جماعه اخد الاي بي معلش السوفوس هيجيب البيبسنس هيجيب لنا شلل الاطفال النهارده معلش هو خد زي ما قلت لكم هياخد 100 اوتوماتيك دايناميك على طول. هنروح نعمل حاجه اسمها ستاتيك روت هنا نقول له عايز اروح لشبكه اللي هي انا عندي في البيبسنس شبكه اللان 10 هيبقى انا عايز اروح ليه شبكة اللام بتاعت بتاعت سوفوس اللي هي كام 24 وهنا اخرج منين من هنا نقول له سيف تمام. وهنا نفس الكلام هنروح نعمل له ستاتيك روت نقول له اد نقول له عايز اروح لشبكة العشرات هتروح 100 هترمي على الجيتوي اللي هو كام 16.17.1 وهو الانترفيس بتاعك ده ونقول له واحد. تعال كده يا جماعه نبنج ونشوف البنج هيبقى الدنيا ريتشابيليتي ولا لسه ما متشي. تعال هنا سي ام دي نقول له بنج على 10.10.10.4 ايه هو 4 ده يا جماعه اللي هو ده يا جماعه عشان ما حدش يقول لي ايه هو 4 ده. هو 4 4 ده اخونا جهاز بتاع برانش بتاع البيف سنس تعالوا نقول لكم كمان نقول له سي ام دي سي ام دي ده نقول له اي بي كونفيج كام 10.10.10.4 تمام. تعالى هو هنا بنك مفيش بنج ده مفيش بنج ليه يا جماعه الخير عشان ما لازما نروح نعمل روله اسمها لان تو في بي ان اللي اكسبتد الاكشن بتاعها اكسبتد وخلاها في التوب ونعمل جروب اسمها الترافيك تو في بي ان وهنا السورس بالنسبه لي لان في بي ان والديستنيشن لان في بي ان اوكي نقول له اد. بص يا جماعه انا هعمل الاثنين مع بعض يعني هخلي الترافيك مع بعض الاثنين لان تو في بي ان ونقول له هنا اني اني. بص يا جماعه خلي هنا اني اني. بص ليه اقول لك ليه. بص انت ممكن تعمل كنترول عن طريق الاستاتيك روت. طب هعملها لكم دلوقتي عشان ايه تفهموا الحته دي. في السايت تو سايت انت بتعمل كنترول بالبوليسي تمام. في التانلنج انترفيس اللي هو سايت تو سايت انت بتعمل بوليسي بحاجتين او تعمل بريفنت بحاجتين بالستاتيك روت او بالراوتنج والبوليسي بحاجتين فدي في ميزه. اما في السايت تو سايت انت ما عندكش الا تقدر تتحكم في الترافيك اللي عدى من سايت تو سايت
بسوري باللي هو بالبوليسي بس. تمام، هنروح في الاي بي سيك هنقول له بردك هنا في الفاير وول رول في الاي بي سيك هنقول له اد رول ونقول له اي اللي هو ايه اي بي سيك، نقول له اني ترافيك بتاع البروتوكول اللي انا هستخدمه اني والسورس اني والديستنيشن اني ونعمل لوج. تعال نروح نشوف الترافيك الدنيا بنجت معاه ولا لا. هنبنج على ايه؟ كام؟ 10 10 كام؟ 10 10 4 صح؟ هو التانل قايمه ولا وقع؟ اي بي سيك تمام قايمه عادي جدا تمام. هنا انا عملت سيف، ما عملت سيف سوري، هنا عملت السيف، ما عملت السيف هنا يا جماعه سوري معلش اسف. تمام تعالى هنا هتلاقي هنا بنج عادي جدا جدا جدا. انا كنتش عملت سيف للايه للبوليسي بتاعه الفاير وول بتاعه سوفس. تمام، واحد هيجي يقول لي انت ازاي تتحكم بالستاتيك روت او تتحكم بالراوتينج ومع ان انا فاتحها في البوليسي اني اني اهو ترافيك تو وان اهو عاملها السورس والديستنيشن اني اني. طب تمام الاي بي دي كام يا جماعه؟ 10 10 تمام. هم رايح هنا في الراوتينج اقول له ما تعديش الا 100 و سلاش 32. تعالى نفس الكلام روح بقى شوف البنج عمل ايه، ولا كانك في بنج. نفس الكلام هنا، هنا هيبنج على اللي هناك، انا اللي هناك 192 168 100. هو البيف سنس هنا ثواني دي كده ايه عمل ايه البوليسي بتاعته ايه مش بيبنجها. دي كام اصلا؟ عايز اشوف الكلاينت دي كام عشان 100 ده انا مش متاكد ان هو 100. واحد 100 ممتاز 100 تمام. وهنا ما بنجش على 100 ليه بقى؟ لان انا مش سامح له في ترافيك. طب تعالى هنا نقول له 1.4، ما هو 1.4 فقد الاتصال يعني هو ما يقدرش مش متروج جوه التانل. من الاخر كده انا وقفت التانل بالنسبه للاخ ده. طب انا لو حبيت اخلي يبنج على 100 ان التانل تقوم، تعالى هنا نقول له خصائص، نقول له هنا سوري مش هنا اللي هناك، هنا نقول له عشرة دوت عشرة دوت عشرة دوت 100. عارف مش هيعدي ليه يا جماعه؟ اقول لك ليه. انا دلوقتي مع ان حطيته 10.10.100 حطيته ان 10.10.100 وما اشتغلش. واحد هيقول لي ليه؟ انا بعمل معاكم والدنيا ما اشتغلتش ليه برضك؟ مع ان انا اهي اديته كام 10.10.100. واحد يقول لي ليه؟ انا هرجعها اهيت مش 10 اخليها كام؟ اهيت زي ما هي وهخليها تبنج. هي هتخليها كام؟ 4 برضو. بس ليه ما بنجتش؟
واحد يقول لي ليه؟ ممكن هقول لك انا ليه. تعالى هنروح هنا في سوفوس برضك، هقول له عدي لي واحد اللي هو الجيت واي. ما هو الجيت واي، الجيت واي هو ان بالنسبه للناس هو لازم يكون متشاف 172 16 17 1 وهنا 32 وهنا نقول له سيف. تعال نروح هنا في هنا نقول له بينج وانا ببنج على كام؟ ثواني، واحد واحد واحد. تمام اوكي. دي هنا كام؟ جيت واي كام؟ واحد 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 كام؟ لما انا حطيت هنا 100 بنجت معايا صح؟ ثواني سوري. 10 10 ضد 10 ضد 100 255 255 55 10 ضد 10 ضد 10 1 و 4 8 ضد 8 ضد 8 255 سوري. اوكي سيف. اوكي تعالى هنا بالنسبه لي حتى انا كنت قلت الجيت واي، طالما الجيت واي هي البوابه اللي هتعديك من طال الانترفيس. تعالى هنا نشوف البنج تاني. بنج 192.168.1.100 تمام، بيبنج معايا عادي جدا. طب تمام، لو انا قلت ايه بقى؟ شوف هنا يا جماعه، انا اتحكمت اتحكمت بال اسمه ايه؟ اتحكمت بالراوتينج. طب انا عايز اتحكم بالبوليسي. تعالى هنا نرجع الدنيا دي تاني ونتحكم بالبوليسي، نقول له 0/24/24 نقول له سيف. تمام، ونروح هنا في الراوتينج نقول له هنا مش اني بقى انا عايز الجهاز الوحيد اللي يعدي هنا IP، نقول له ماي بي سي، نقول له كام؟ 192.168.1.100 و ريموت بي سي عشرة ضد عشرة ضد عشرة ضد مية 10 ضد 10 ضد 10 ضد 100 ونو سيف. وهنا نفس الكلام هنا برضك بي سي نقول له ماي بي سي ماي فين هنا ماي بي سي ماي بي سي اوكي ريموت بي سي ريموت بي سي نقول له سيف. لو انا جيت هنا مع ان انا معدي ترافيك ما بين ال معدي الترافيك كله، تعال نقول له بينج على كام؟ على 10 100. طب بنج معاه على 10 100 والتاني نفس الكلام يبنج على 1 100 بالبوليسي. تمام، هنا
رجع الدنيا شيل ستاتيك اي بي هنا مش هيبان لك الا بقى ايه ما اخش اعدل هنا فتلاقي ايه في الروله تمام كده انا ايه خلصت موضوع عن طريق الاستاتيك راوتينج طب تمام انا اللي عايز اروت التانل دي عن طريق الاس دوان خليني ارجع تاني اخليها الترافيك عادي كله اللي هو اني اني عشان اوريكم عن طريق الاس دوان اللي هو الترافيك بتاعي هنا بنج عادي جدا وهنا لو انا قلت له ارجع بنج على 1.4 هيبنج عادي طب تمام لو انا شلت الستاتيك روت هنا الستاتيك راوتنج هنا لو انا شلته كده هتلاقي الدنيا ايه فصلت معايا هنا من ناحيه الدنيا هتفصل عندي هنا وهتفصل هنا تمام فصل في جهتين هروح انا اعملها بقى بالاس دي 1 هقول له اعمل لي بوليسي تمام اسمها ايه اي بي سيك تمام السورس بالنسبه لي النتورك عندي ماي نتورك وهنا النتورك عندي هنا كام هنا 192.10 نقول له سيف والديستنيشن كاريت نقول له ريموت نتورك نقول له 10.10.10.0 /24 وهنا تقول له سيرفيس اني والابلكيشن اوبجكت واليوزر جروب وتقول له هنا سيلكت وتقول له ايه هكريت انا ايه انترفيس اسمه اي بي سيك اللي هو اي بي سيك اي بي سيك انترفيس تمام والجيت واي بالنسبه لي هو هيكون مين 172.16.17.1 الجيت واي 17.1 الزون والكلام ده مش محتاجها هتبقى اللي هو البروتوكول هيبقى هنا اي بي ادرس والابروتر هنا اند هيعمل مونيتور على ايه ده الهيلث تشيك لو انت هتعمل هيلث تشيك هتقول له مثلا انت عايز تعمل هيلث تشيك على ايه الجيت واي هنا بالنسبه لي هنا الجيت واي 1.1 تمام اوكي وده هتعمل تي سي بي نقول له بينج سوري بينج هنا في البينج اهو تمام البينج هيبقى انا هيعمل على 100 سيف ونقول له اوكي ونقول له سيف هو دلوقتي تمام تعال نرجع تاني نشوف البينج قام معايا ولا لا هنا بيبنج على 100 هنا بيبنج على 10.4 تمام وهنا طب تمام اي بي سيك تانل هنا الانترفيس اي بي سيك طب الراوتنج جيت ويز اي بي سيك هتبقى الانترفيس بالنسبة لي ايوه سوري يا جماعة سيف معلش تمام الانترفيس بالنسبة لي ده والدنيا هتقوم عادي جدا خالص بينج هيقوم ده الجيت واي 1.1 17 ثانية كده
16 17 1 تمام هنا هنا كام IPSec 17 1 اوكي تمام هنا في الراوتينج بص حاجه يا جماعه تعال نروح هنا في حاجه لازم تاخد بالك منها ايه هي تعال نروح هنا في السي ام دي بتاعت اخونا سوفوس تعال هنا زيرو نقول له ديفايس نقول له سيستم روت شو هنا الاستاتيك روت هو الاولاني الاستاتيك روت بالاولاني هخلي الاس دوان هو الاولاني نقول له سيستم روت سيت ونقول له SD1 وبعدين اللي هو نقول له static وبعد كده نقول له او نقول له VPN وبعد كده نقول له static تعال هنا كده نشوف برضك لسه ما امشي تعال نراجع الرولة تاني نقول له فين SD1 SD1 هنا ماي نتورك جام هنا 192.168.1.0/24 والريموت جيت واي الريموت هنا كام 10.10.0 اوكي وهنا الابليكيشن كله اني وهنا IPSec فيش باك اب بالنسبه لي الدنيا قامت معايا طب ثواني الدنيا شغاله الاس دوان من هنا بنجيب من هنا ايوه الله ده عن طريق الاس دوان يا جماعه اللي انا ايه روت عن طريق الاس دوان تمام ده انا لو عايز اروت عن طريق الاوزبيف تمام واحد اقول له عن طريق يا عم انت هتخوتنا لا اقول لك عن طريق الاوزبيف تعالى نروح هنا في ال النتورك اللي هي الراوتنج نقول له اوزبيف تعال نقول له ونقول له اد نتورك ونقوم ضايفين له النتورك اللي احنا نضيفها ونقول له الاليس تعالى بس كده ايه نروح هنا في حاجه هنا لازم تعرفها ديفايس اكسس حاجه هنا اسمها ايه دايناميك راوتنج نضيفها في الاثنين الفي بي ان برضه وهنا تعال نشوف الاخ ده البيف سنس ده في اوز بيف ولا لا تعال هنا في الباكج مانجر تعال نشوفه الافيلابل نقول له الاوز بيف اكيد في الاوز بيف ايوه انستول تعال نوقف الفيديو كده على ما ينزل